السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. في حلقة اليوم نناقش معكم المؤتمر الذي عقده حراك تصحيح مسار الثورة حتما هكذا اختصاره يوم أمس، والذي دعا فيه إلى إسقاط حكومة قحط بعد فشلها الذريع ودعوة الحراك الجماهير للمشاركة في مظاهرات 21 أكتوبر. كما نناقش أيضا تدشين المشروع الوطني للفترة الانتقالية ونسلط الضوء على التعديلات الأخيرة أو محاولات التعديلات التي يجريها وزير العدل على قانون الأحوال الشخصية. يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف معي داخل الأستوديو الدكتور محمد عبد الرحمن الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بكم دكتور. مرحبا بك باشمهندس ويس، مرحبا بمشاهدي طيب الكرام. نعم دكتور، يعني شهدنا في اليومين الماضيين وحتى هذه اللحظة حراكا سياسيا نشيطا بين دعوات المظاهرات في يوم 21 أكتوبر، يعني مليونية الخلاص هكذا سميت، وبين تحالفات سياسية وقطاعات كثيرة تعقد مؤتمراتها وتعلن. يعني حتى دخلنا الاستوديو كان حتى هناك مؤتمر صحفي لمركزية قوى الحرية والتغيير للرد على دعوات 21 أكتوبر وبيان موقف مركزية قوى الحرية والتغيير، وتزامنا مع بيان مركزية قوى الحرية والتغيير كان هناك أيضا مبادرة يعني أعلنها تحالف سودان العدالة تسع وأعلن أيضا مشاركته في 21 أكتوبر. وقبلها شهدنا بيوم الأمس مبادرة من مبادرة تدشين مشروع البرنامج الوطني للمرحلة الانتقالية من قبل التيجاني سيسي الشخصية المعروفة، وأيضا يعني حراك تصحيح مسار الثورة وهو مجموعة شبابية كما يعرف نفسه أنه وعاء جامع لكل لجان المقاومة الثورية والشباب الذين كانت لهم ملاحظات على أداء الحكومة في الفترة الانتقالية، وكانوا في الفترة الماضية يزدون النصح تلو النصح، لكنهم يرون الآن أنه وصلنا إلى مرحلة لابد أن يحصل هناك تغيير، وقدموا فيها مشروعهم الذي سنستعرضه. ما هي قراءتكم لكل هذه التحركات السياسية؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أتصور هذا حراك صحي جدا، وأتصور أنه كون كل هذه المؤتمرات وكل هذه الحراكات والتدشين المختلف يحصل في هذه الفترة وهذه الأيام، في ذلك دلالة كبيرة على أن يعني بالقطع حصل تواصل وحصلت اتصالات بين هذه القوى كلها، وهناك شعور الآن واضح أنه هناك شعور عام على مستوى البلد، إذا كان في القطاع السياسيين أو كذا، أو في عامة الشعب الذين هم يكتوون هذه الأيام بالأوضاع السيئة التي تزداد سوءا كل يوم. أتصور في رأي عام بضرورة التغيير وضرورة أن يذهب هؤلاء الناس الذين نادينا بذهابهم عشرات المرات من هذا المنبر. فأنا أتصور يعني القراءة الصحيحة لهذا الأمر إنه والله ده أمر صحي، أمر جيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن 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 يكون الجميع مخلصا في 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 في, في ذهابه لهذا الأمر، وأن يكون الناس بالفعل يبحثوا عن أن يلتقي الناس على كلمة سواء تحت مظلة واحدة، يعرفوا أنهم بحاجة إلى 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 إصلاح هذه المرحلة الانتقالية يعني تخرج بالسودان إلى بر الأمان، بدل هذه المشكلات الضخمة والقضايا الضخمة التي يعني كدنا أن نعلن على مستوى العالم بأننا واحدة من الدول الفاشلة. نعم دكتور، يعني دعني أبدأ معك مع إحدى المبادرات، وهي المبادرة التي جاءت باسم مشروع البرنامج الوطني للفترة الانتقالية، والتي جاءت بمشاركة 33 حزب، كان من أبرز المتحدثين فيها رئيس تحالف نهضة السودان التيجاني سيسي، وقال بأن الأحزاب تطرح مشروعا وطنيا للمساهمة في البناء الوطني ونبذ الإقصاء والطغائن، وأعلن عن دعم المشاركين في البرنامج الوطني لاتفاقية السلام التي وقعت في جوبا، ودعوا حتى بقية الناس بقية من لم يوقع على هذه الاتفاقية أن يوقع. أيضا شهدنا أيضا الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كان موجودا وعلى هامش الاحتفال، قال نحن لدينا 33 حزب سياسي وقع على مشروع البرنامج الوطني لفترة انتقالية، وسلمت نسخة منه للبرهان ونسخة لحميتي، وقال رئيس مجلس السيادة ونائبه،
وقال أيضا خطب حمدوك بهذا الخصوص. ويعني قالوا قدمنا الدعوة لأحزاب الائتلاف الحاكم في قوى الإعلام والحرية والتغيير والتجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في هذا البرنامج الوطني للخروج من حالة الاستقطاب. ما تعليقكم على هذه التصريحات؟ أنا أتصور طبعا الناس الآن أصبحت تبحث عن مخارج سريعة للأزمة بسبب الفشل الذريع الذي صاحب كل أجهزة الدولة تقريبا، والسوء الذي يزداد كل يوم في معاش الناس وحياة الناس وانسداد الأفق السياسي، و يعني المشكلات في كل الملفات الحقيقة، ملف الاقتصادي، الملف الاجتماعي، ملف القبلي، غيره، يعني مشكلات ضخمة في 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 كل شيء. فأنا أتصور التصريح ده يعني جاء في 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 خليني أقول في وقته وزمانه، يعني شريطة أن 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 يكون الأمر أن يصر الناس حقيقة على ثوابت هذا البلد، يعني وألا يجامل الناس أحد، لا يجامل لا محور خارجي ولا يجامل هؤلاء الذين هم يمثلون للأسف الشديد الخارج، ونحن ما نسميهم نحن بوزراء المنافي، هؤلاء الذين علمنا من مصادر كثيرة أنهم الآن حتى بدأوا يرسلوا أسرهم إلى 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 منافيهم من جديد. يعني فهؤلاء أنا أتمنى على الله سبحانه وتعالى وعلى هؤلاء الإخوة الذين يعني الآن هم على رأس هذه المبادرات، بالذات الأخ أخونا الدكتور تيجاني سيسي، في 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 أن يستمسكوا بأن لا يقصى أحد حقيقة، وأن 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 يكون الخيار هو خيار هذا الشعب المسلم حقيقة، وألا يعني تعطى فرصة لهؤلاء الذين واضح جدا أنهم جايين بمشروع، والدلالة على ذلك يعني حراكهم المخالف تماما على على عن هذه عن هذه الامور. الناس في شنو؟ وزير العدل في قضيته، وواحد ثاني في قضيته، وبن سودة ومش عارف مين، وكلام كثير جدا جدا، والناس في قضاياهم الاصليه، قضايا البلد الذي يضيع من بين ايدي الناس. فهؤلاء انا على قناعه كامله الان هم اصبحوا يعدوا ايامهم ان شاء الله تعالى باذن الله، هؤلاء وزراء المنافي، هؤلاء الذين بعضهم انا شخصيا والله اصل بهم الى درجه الخونه في 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 قضايا هذا البلد، وبإذن الله تعالى أنا على قناعة كاملة إنه إن شاء الله إذا صدقت النوايا نحن بإذن الله تعالى يمكن المرحلة الانتقالية أن تصلح وأن تعود كمرحلة انتقالية حقيقية، لا دخل لها لا بالتعديلات القانونية ولا بالقضايا الدستورية ولا بكل هذه الملفات التي هي ليست من صلاحيات أي حكومة انتقالية. نعم دكتور، الكلام عن عن عن, عن هذا يعني هذه المبادرة، والكلام عن دخول حزب المؤتمر الشعبي فيها أيضا حزب العدالة فيها، يعني تحالف سودان النهضة بقيادة تيجاني سيسي، وهو تحالف يعني يضم مجموعة من الأحزاب، أيضا مجموعة من الحركات المسلحة التي وقعت مع النظام السابق، ودعوة مفتوحة لكل الأحزاب للمشاركة بهدف أن تكسر حدة الاستقطاب ويعمل الجميع على برنامج وطني جامع. هل نحن نتجه نحو حوار وطني لا يستثني أحدا، يكون هدفه وعنوانه هو السودان وفقط السودان، على خلاف ما كان في الفترة الماضية هناك كان نوع من الصراع الأيديولوجي في قضية الحكم؟ أنا أتصور ذلك إن شاء الله تعالى، بل ندعوهم أن يكون الأمر كذلك، أن يكون الأمر حوار وطني جامع لا يستثني أحدا، لأنه المقصود هو الآن من كل هذه الحراكات الآن مقصود المرحلة الانتقالية وإنجاح المرحلة الانتقالية. أنا أتصور أن هذا الآن أصبح ضرورة في الحقيقة، فريضة وضرورة الآن في 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 أن في أن يكون هناك الآن، يعني تعرف هذه الحكومة أن يعرف الحزب الشيوعي ومن ورائه أذياله من 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 أحزاب اليسار بتاعت الفكة دي، يعرف تماما إنه الشعب الحقيقي والأحزاب الحقيقية صاحبة الجذور في هذا البلد يمكنها أن تحرك عليهم الشارع، ويمكنها أن 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 يكون لها كلمة. الناس انتظروهم لمدة سنة ونيف، لكنهم واضح أنهم فشلوا فشلا ذريعا. دكتور اسمح لي في هذا الإطار أن يكون معي عبر الهاتف رئيس تحالف نهضة السودان دكتور التيجاني سيسي. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام دكتور. الملامح البرنامج الوطني الذي تطرحونه للفترة الانتقالية، لو وضعتنا ووضعت المشاهدين في صورته. شكرا جزيلا. نحن كقوة إعلان مشروع البرنامج الوطني نعتقد أن هناك تحديات كثيرة جدا تواجه هذا الوطن الآن، منها تحديات اقتصادية، ونرى أن هناك صراعات سياسية كثيرة جدا على الساحة السياسية السودانية، وأيضا هناك مشكلة اقتصادية كبيرة انعكست على معاش الناس، والكل يدرك أن الوضع الاقتصادي الآن متردي. هناك بعض الإشكالات الداخلية في السودان من مواجهات يعني في شرق السودان وفي غرب السودان، ونعتقد أن كل هذه القضايا هي صحيح قضايا سياسية ولكن لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي. نعتقد أنه الآن الأزمات التي لاحقت السودان في خلال الفترة السابقة، يعني خلال العام الماضي إلى الآن، أعتقد أن يعني المخرج الوحيد من هذا الأمر هو أن يتداعى السودانيين حول برنامج وطني أو مشروع برنامج وطني لهذه الفترة الانتقالية توافق أهل السودان جميعهم، خاصة وأنه يعني السودان منذ الاستغلال إلى اليوم لم يكن له مشروع وطني، وواجهنا تحديات كثيرة جدا منذ الاستغلال، خاصة اختلفنا حول نظام الحكم وشكله، اختلفنا حول هوية السودان، هناك قضايا الدين والدولة، هناك قضايا العلاقات الخارجية، وظلنا نحكم بدساتير انتقالية لفترة 64 عاما، وهذه قضية أعتقد أنها يعني غير معقولة. وبالتالي نحن نعتقد أنه الآن الوضع الذي يواجه السودان وضع هش، ونعتقد أنه من الضروري جدا أن تجتمع كل المكونات السياسية والمجتمعية والأهلية وعلى صعيد واحد لتتوافق حول برنامج انتقالي لإخراج السودان من هذه الوضع، يعني وفي نهاية هذا البرنامج أن يصاغ مشروع وطني سوداني يمكن أن يعزز وحدة السودان وأمنه وسلامته. نعم دكتور التجاني، هل عندكم آليات واضحة لطرح هذا البرنامج الوطني؟ البعض يقول هذه الدعوات يعني على مستوى التنظير والدعوة يعني حصلت كثير والناس قالتها كثير وقالوا الكلام ده، لكن هل فعلا في آلية واضحة يمكن تنزيل هذا البرنامج الوطني على أرض الواقع؟ نحن الآن نعمل في أطار آلية القوى التي وقعت هذا الإعلان، ونحن نتحرك مع القوى الأخرى من أجل يعني التوافق حول هذا المبدا. يعني هنالك مجموعات كثيره طرحت نفس هذا المبدا، يعني ما قمنا به نحن الان ان نرمي الحجر في هذه البركه الراكده، يعني ونحن ندرك ان هنالك يعني مبادرات كثيره من هذا النوع، يعني ولا غضاضه في ان تجتمع كل هذه المبادرات وتتوحد، يعني ونحن صراحه نتحدث عن قضيه اساسيه الان منذ استغلال السودان، يتحدث الناس عن من يحكم السودان، هذه ليست هي القضيه، لقد تشاكسنا وتحاربنا حول هذه قضيه من يحكم السودان، انا الاوان ان نتوافق حول كيف يحكم السودان. هذا برنامج يقدم لي كل القوى السودانية بما فيها القوى الحاكمة الآن الحاضنة السياسية إذا وافقت على هذا البرنامج، نحن يعني ليس هناك غضاضة. المهم في الأمر أن يحكم السودان بإرادة أهله في هذه الفترة الانتقالية، وأن لفترة الانتقال مهام محددة هي أن تحضر لانتخابات شفافة يعني في نهاية هذه الفترة الانتقالية، يعني ولكن الذي نراه الآن في السودان هناك تحديات كثيرة يصعب علينا العبور إذا لم نتجاوز هذه التحديات، وبالتالي هذا البرنامج الذي قمنا بصياغته ينادي إلى التوافق وينادي إلى يعني أن يتمكن الشعب السوداني من أن يعبر هذه التحديات ليكون هناك هبوطا آمنا لانتخابات نزيهة وشفافة في نهاية الفترة الانتقالية. نعم أنا أدرك مشغولياتكم دكتور تجاني، دعني أختم معكم بهذا السؤال، هل البرنامج الذي تطرحونه يقوم على أساس تعديل منظومة حكم الدولة الحالية القائمة على الشراكة ما بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، أم أنه فقط برنامج وطني يمكن أن ينفذ عن طريق هذه الشراكة نفسها وبنفس المواقيت التي تتحدث عن فترة انتقالية تمتد إلى 3 سنوات؟ نحن قدمنا فصلنا في هذا البرنامج حتى على نظام الحكم في الفترة الانتقالية، وحيث أمننا على ضرورة أن يكون هناك نظام فيدرالي في الفترة الانتقالية، وتحدثنا عن مستويات الحكم، تحدثنا أن يكون هنالك مجلس سيادة وأن وخصصنا يعني مهام لهذا المجلس، ثم تناولنا قضية مجلس الوزراء وقلنا
أن مجلس الوزراء ينبغي أن يكون من الكفاءات الوطنية، وهناك معايير معينة لكلمة الكفاءة. يمكن طبعا الكفاءة يمكن تستخدم في كل القوارب يعني، ولكن نحن نتحدث عن معايير محددة لكلمة الكفاءة الوطنية. يعني تناولنا كل هذه القضايا يعني، وهو برنامج متكامل، حتى تناولنا القضية الاقتصادية، وتناولنا يعني بعض الخطط قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والتشوهات التي نراها الآن على الاقتصاد السوداني، وما لحق بمعاش الناس من ضرر كبير جدا في خلال الفترة الماضية يعني. وتحدثنا عن العلاقات الخارجية وعن المشروع الوطني في نهاية هذا البرنامج شكله، وعن الدستور الذي ينبغي أن يصاغ في نهاية الفترة حتى يقدم لجمعية وطنية بعد الانتخابات لإجازة يعني. نعم دكتور التجاني السيسي رئيس تحالف نهضة السودان، شكرا لك على هذه المداخلة. الدكتور التجاني يتحدث عن مبادرة متكاملة تبني على حوار وطني رئيسي، وفيها حلول مكتوبة، وتغيير الحكومة إلى حكومة كفاءات وطنية، وأن الناس كلها لا تفكر من سيحكم السودان، قحط ولا مكون عسكري، وإنما كيف يحكم السودان لكي يتوافق الناس على مشروع واحد وطني يخرج السودان من أزماته. وقال بأننا أكدنا على قضية الفيدرالية وأيضا التوزيع العادل للسلطة والثروة وغيرها من هذه القيم. ما تعليقكم على ما أورده دكتور تجاني؟ أولا أحييه من هذا المنبر. وتجاني السياسي من القيادات السياسية التي أنا أتصور إن شاء الله تعالى يمكن أن يكون لها دور، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إن شاء الله تعالى في هذا المسعى. كما قلت يعني شريطة أن لا يستثني أحد، وشريطة أن يعني أن يكون متوافقا مع هوية البلد وقضاياه الأصلية. أنا شخصيا الحقيقة كلام جميل الكلام الذي قاله الدكتور تجاني السيسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستطيعوا أيضا أن يوحدوا هذه المبادرات، لأنه زي ما هو قال طرحت مبادرات كثيرة من هذا النوع، ويحبذا أن تلتقي كل هذه المبادرات في مبادرة واحدة تجمع كل هذه الأفكار في مبادرة وطنية واحدة وفي مشروع وطني واحد. وهذه أصلا هذه كانت إشكاليتنا التاريخية الحقيقة، في أننا لم نتفق على كيف يحكم السودان، وإنما كنا دائما نختلف على من يحكم السودان، وهذا عطلنا كثيرا. السودان عمره 64 عاما، حتى الآن ليس عندنا مشروع وطني واحد يعني يجمع عليه الناس، تتغير الحكومات ويتغير من يحكم السودان، لكن يبقى المشروع الوطني الذي يجمع الناس. وهذه الإشكالية هي التي كانت قائمة، كل ما يتغير الذي يحكم السودان يغير البرنامج كامل، لأنه بالتالي لا يحصل عملية بناء متراكمة. للأسف البرنامج الوطني الفترة الانتقالية الذي طرح يرتكز بشكل رئيسي على أربعة محاور. المحور الأول هو يشمل تحقيق السلام، وبالتالي كان من ضمنها اللي هي موافقة على اتفاقية سلام جوبا ودعوة الناس إلى الالتحاق بها، أيضا العودة إلى دستور 2005 لتجنب المغالطات حول الوثيقة الدستورية، وبالتالي هو يلغي الوثيقة الدستورية الحالية بشكل كامل، واعتبار الدستور 2005 ربما بعض المشاهدين يتساءل لماذا دائما الحديث عن دستور 2005. دستور 2005 في النهاية هو حصل على قدر من التوافق السياسي، وكان يعني حصيلة مفاوضات ومشاورات كثيرة آلت في النهاية، هو الدستور في النهاية اللي كان معتمد في فترة السلام مع الحركة الشعبية وقبل انفصال الجنوب. بالتالي ربما بعض من يطرح إشكاليات في قضية الهوية ومراعاة الأقليات محلولة في دستور 2005. أيضا قضية إقرار الحكم الفيدرالي وإنشاء مفوضية الانتخابات، وهنا نحن يعني كشيء مستغرب لأول مرة نستمع لقضية يعني جهة سياسية تطرح مبادرة ضمن مفوضية إنشاء انتخابات. ما تعليقكم على هذه المسارات الأربعة؟ هل هي فعلا تمثل حلا للأزمة السودانية؟ والله أنا أفتكر إذا تمت معالجة هذه المسارات الأربعة بشكل صحيح، أنا أتوقع أنها إن شاء الله تعالى يمكن أن تعين الناس على الخروج بأمان من هذه المرحلة الانتقالية على أقل تقدير. على أقل تقدير المرحلة الانتقالية هي تحتاج أن تحل هذه الملفات الأربعة. كلنا بل كل المكونات عندها ملاحظات على اتفاق جوبا، وفي المقابل أيضا كل سوداني يريد السلام ويريد أن تطوى صفحة الحرب، وأن
وأن يغلق ملف الحرب الحقيقة الذي لا أرى أن أصبح له مبررا أبدا. فأنا أتصور حتى اتفاق جوبا نفسه ليعتبره الناس، أنا شخصيا أعتبر أنه مليء بالألغام، وقلت هذا أكثر من مرة، لكننا على أقل تقدير ليكن هذا هو خلينا نقول كده يعني أرضية للنقاش وقع عليها هؤلاء الإخوة، لأنه حتى هم أيضا عندهم ملاحظات عليه للأسف. وفي حركتين أصلا ما وقعت أصلا على هذا الاتفاق، وهناك مشكلة في مسار الشرق، يعني في إشكاليات، ويستحدثوا مسارات ما عندها معنى، مسار الشمال ومسار الوسط ومسار الشمال، وده كله طبعا للأسف الشديد الناس كانوا ولا نزال نشك أنه جزءا من الخطة الدولية وخطة الماسونية العالمية في قضية تقسيم هذا البلد إلى خمس مناطق أو حتى خمس دويلات كما يقولون. لكن لنقل أن هذا على أقل تقدير ورقة سيأتي يجلس عليها الناس حينما لا يكون هناك إقصاء، وحينما يكون كل السودانيون موجودين. أنا على قناعة كاملة، لأننا نحن من البداية كنا نقول أن لا مسار جوبا ولا حتى مفاوضات ولا غيره لم يكن لها محل من الإعراب أصلا منذ البداية. سقط البشير كان ينبغي أن, 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 أن يتداعى كل الذين كانوا يحملوا السلاح على أساس أنهم كانوا يحملوا السلاح ضد البشير، كان ينبغي لهم أن ينزلوا إلى الخرطوم، وكان ينبغي أن يكون أن لا يكون لا هناك لا مسارات ولا مفاوضات ولا غير ذلك. للأسف الشديد قوى الحرية والتغيير أشعرت الحركات المسلحة أنهم غير، أنهم مش الحركات المسلحة فقط، وإنما كل مكونات الشعب السوداني الأخرى التي لم تكن مع هؤلاء اليساريين أشعروهم أنهم غير. لذلك إذا لم تحل هذه القضية الآن بهذا التوافق الذي يمكن أن يخرج مرحلة انتقالية آمنة مرتبة، يمكن أن تفضي بعد ذلك إلى هذه المسارات التي يتكلمون عنها، وتصل بالناس إلى انتخابات، أنا على قناعة أن الأمر لن يكون، وهذه المرة لا ينبغي السلق أبدا أبدا، ينبغي لمفوضية الانتخابات، ينبغي للذين سيتفقون على قانون الأحزاب الذي ينبغي أن يحدد معايير لا يجامل فيها أحد. نحن عندنا يا أخي الآن قرابة 200 حزب تقريبا، وهذا كلام في الحقيقة مضحك، كل 15 بني آدم يعني شعروا أن هذا يمكن أن يحقق مصالحهم ومصالح من حولهم، فأنشأوا حزبا. لابد أن يكون هناك معايير لإنشاء الأحزاب، ومعايير صارمة، معايير صارمة لإنشاء هذه الأحزاب. يعني بذلك يمكننا إن شاء الله أن نصل إلى مرحلة انتقالية جيدة. في شق آخر، كان هناك يعني حراك تصحيح مسار الثورة الذي عقد مؤتمرا صحفيا يوم أمس تحت مختصر اسمه حتما حراك تصحيح مسار الثورة، أعلن بشكل واضح أنه تجمع شبابي وجامع لكل لجان المقاومة. دعنا يعني نشاهد جانبا من هذا المؤتمر، والشباب كانوا يعلنون عن قلقهم من عدم وجود برنامج لهذه الحكومة، نشاهد معا. لكن نحن دايرين يكون عندنا دولة مدنية مكتملة الأركان، فيها حكومة تنفيذية قوية، فيها قادة كويسين، فيها رئيس وزراء قوي، شخصية ملهمة يقدر ينفذ برنامج الفكرة الانتقالية. العسكر بيكون جزء من البرنامج، لكن ما بيكونوا هم كل البرنامج، ولا هم المسيطرين على البرنامج، ولا عندهم الأمر هام في البرنامج. نحن بنستصحبه معانا، ما بنقدر نعصوه من المشهد، لكن ما حيكونوا هم المسيطرين ولا هم اللي عندهم أمر هام. السيطرة عند رئيس الوزراء المدني ده هو الأساس، هو اللي عنده كل حاجة. لكن لا، ما بنقدر نستغني عن المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية. الفترة الزمنية أنا أتفق معك، الفترة الزمنية هي يعني ما طويلة وفيها متغيرات كثيرة جدا كانت حتى باليوم، لكن الحاجة الأساسية أن إحنا مقلقان على وجود برنامج. أنت لو عندك برنامج واضح إحنا ممكن نصبر معك 5 سنين، ما عندنا إشكال طالما أنت بتعمل وفق لبرنامج واضح جدا. البرنامج ده حتى لو فيه حتات يعني فشلت فيها ممكن الناس يتجاوزوها لك، على أمل إنك تنجح في المرحلة الجاية، على أمل إنك تنجح في المرحلة الثالثة. لكن الآن ما في برنامج، ما في رؤية اقتصادية، ما في رؤية سياسية، ما في حتى طرح لحلول أبسط المشاكل الموجودة عندنا.
الحكومه ده حتى المشاكل في الشركه دي ما في ظلم، الحكومه تكرم طلع قال لي انا حتى تصريح المشاكل دي سبب شنو ابعاد شنو الحل بتاعه لا شنو مش انت الشركه دي هسي مما بدت لها كم الحكومه بتحاول تعالج فيها ما قادره تعالجها وما قادره حتى تطرح برنامج واضح جدا لمعالجه التفلتات الموجوده في اقصاص في حدات مختلفه في السودان. نعم، إذا الحديث عن أن الحكومة ليس لها برنامج واضح وبالتالي لا يمكن الاستمرار معها على نفس الشاكلة دكتور، يعني كلام واضح عن مرحلة انتقالية لابد أن تكون فيها دور العسكر لكن لا يكون كل الدور لهم، أيضا عدم الثقة باستمرار هذه الحكومة لأن ليس لها برنامج بحيث أن نقول لها أخفقت الآن ممكن تنجح بعد شهر شهرين، أصلا ما في برنامج معلن أو خطوات معلنة، وهذا التحالف هو شبابيكم الذي متحدثين فيه شباب، للأسف كنا نحاول أن التواصل مع يعني أحد المسؤولين هنا الأستاذ رشاد دوليب لكن للأسف يعني في إشكاليات في الاتصالات. ما تعليقكم على ما يطالب به هؤلاء الشباب الذي هو ربما يشبه على غرار تجربة سوار الذهب؟ يمكن أنا شخصيا حقيقة فرح أن يتحرك الشباب أصلا، للأسف الشديد زمان طويل يعني منذ استلام هؤلاء الناس وانتهاء دور الشباب أصبح دورهم يعني في الحقيقة لا أقول ضعيف حتى غائب تماما الحقيقة في تصحيح المسار، وفي حتى بعد أن خرجوا في تصحيح المسار وخرجوا في 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 مسيرة جرد الحساب ومع ذلك لم يتابعوا، لم لأنه ما في جسم يجمع هؤلاء الناس يتابع هذه القضية أن ينشأ حتما هذه أن تنشأ، أنا الحقيقة لا أعرف تفاصيلها لكن أن ينشأ جسم زي ده يتكلم كلام منطقي وعقلي. هو في تعريفهم والآن نقرأ من الموقع يقول حراك تصحيح مسار الثورة حتما عبارة عن وعاء يضم كل القوى الثورية وعلى رأسها لجان المقاومة بهدف استعادة الثورة المختطفة لمسارها الصحيح والتشديد على ضرورة بلوغها غاياتها، حتما لاستكمال الدولة المدنية بكامل أركانها ومهامها، حتما ضد أي تفويض لاستعادة الدكتاتورية والاستبداد، حتما للقصاص من قتلة شهداء الثورة، حتما لوقف التدهور المعيشي الذي أثقل كاهل الشعب وفتح الأبواب لمحاولات اختطاف جديدة للثورة، وأيضا حتما لاستعادة ما افتقدته الثورة من ركائز أساسية بنيت عليها وقامت من أجل تصحيح الأخطاء. والكلام كان أنهم هم ما فتئوا خلال الفترة الفاتت التواصل مع الجهات الحاكمة وإبداء النصح لكن ما كان في نتيجة ما أدى إلى أنهم يعني يخرجوا ببرنامجهم. نعم الحقيقة أنا أقصد أنا قرأت عنهم وسمعت يعني مؤتمرهم الصحفي ده كاملا، أنا كنت أقصد الشخصيات التي تقوم الآن على هذا الحراك على حتما هذا، لكن أنا أتصور أن هذا تحرك ممتاز وتوقيته ممتاز أيضا، وكونه يأتي في هذه الأيام التي يستعيد فيها أهل السودان كلهم لمليونية 21 أكتوبر والتي إن شاء الله تعالى سيكون بإذن الله تعالى لها ما بعدها، نرجو ذلك والشعب السوداني حقه والله يسمع هذا الكلام ويعرف أنه إذا لم يتحرك لن يحصل تغيير، الصمت على هؤلاء الناس يعني يعطيهم رسائل خاطئة في أن الشعب السوداني صابر عليهم وأنه الشعب السوداني ده ما عنده مشكلة والشعب السوداني ده يحتاج يعني يستطيع أن ينتظرهم ليستمروا في التهديم والتخريب والتكسير، فعلى على على كل الناس أن يعني يفهموا تماما أنه يعني مثل هذا الحراك حراك حتما على الناس على الشباب كل الشباب في الحقيقة ينبغي يا أخي لهم أن يلتقوا على الحد الأدنى كل الشباب بكل يعني أطيافهم بكل أطيافهم بالمناسبة اللي هو في أقصى اليسار واللي هو في أقصى اليمين عليهم أن يلتقوا، نحن سودانيين يا أخوي ونعرف أنه في حدود دنيا يمكن للناس أن يلتقوا عليها، حدود دنيا في قضايا الدين والهوية والنظم والوطنية وأهمية وحدة البلد كل ده يمكن للناس أن يتفقوا عليه، يا شباب التقوا لأنكم أنتم الأقوى لأنكم أنتم الأكثر. خلينا نسمع رأي من آراء الشباب، معنا الباشمهندس الطيب المحبوب الطيب عبد الماجد عضو تنسيقية الحراك الثوري، مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، تحياتي لك ولضيفك الكريم. نحن الليلة بنناقش يعني حكاية المبادرات التي تكاثرت الآن عبر
مختلف المنابر الإعلامية. إحنا عندنا مبادرة من تحالف سودان العدالة تسعى لي انتهت قبل قليل، لحد الآن ملامحها غير واضحة. عندنا مشروع البرنامج تدشين البرنامج الوطني للفترة الانتقالية الذي وقع عليه أكثر من 33 حزب، وعندنا أيضا يعني حراك تصحيح مسار الثورة وهو حراك شبابي دعا لي إسقاط الحكومة الحالية بوضعها الحالي وتشكيل حوار وطني جامع لكل أهل السودان وتقديم برنامج وطني والبدء بمجلس تشريعي يكون منه انطلاق رئاسة الوزراء. أنتم كشباب عاملين في تنسيقية الحراك الثوري ويعني من الداعين لتظاهرات 21 أكتوبر، كيف تنظرون لكل هذا الحراك السياسي؟ نعم، مرحبا بك أخي الكريم وتحية لكل السادة المشاهدين عبر قناة طيبة الفضائية اللي أصبحت الأمانة مشاهدة ومتابعة وأصبحت تمثل هي صوت الشعب السوداني وصوت المواطن السوداني. أنا عاوز أقول لك كل هذه التحالفات التي رأيتها سواء كان تحالف اليوم اللي كان موجود في غار الصداقة أو كان قبل أيام، كذلك تحالف أيضا موجود وكذلك أيضا تصحيح مسار الثورة وغيرها من التحالفات التي خرج علينا خلال الأيام الماضية وخلال اليوم، هي كلها تحالفات تزعى لتدارك ويمكن تداركه حتى لا يضيع السودان، بحكم أن هم جميعا بينظروا أنه الآن الوضع وحالة الانسداد السياسي الموجودة في السودان وحالة الوضع الاقتصادي الموجودة في السودان هي حالة يعني بكل تأكيد حتودي إلى مفترق طرق للاستقرار العام في السودان. أنا عاوز أقول لك نحن على مستوى تنسيقية الحراك الثوري الشعبي يعني رؤيتنا واضحة جدا أنه طالما قحط موجودة لا استقرار ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولن يكون هناك أيضا كذلك يعني استحقاق ديمقراطي قادم، لأنه الحزب الشيوعي للأسف هو سرق الثورة وأصبح يتحكم على جميع مفاصل التجمع المدني وكذلك قوة الحرية والتغيير بأجسامه المختلفة واللي هو طبعا استطاع أنه يعمل عليها بشكل جيد خلال الفترة الماضية. أنا عاوز أقول لك يعني الشباب اللي خرجوا قبل يوم يعني لم تخوني ذاكرتي هم يعني لسه عندهم أمل، نحن طبعا جلسنا معهم شاكونوا معك صريح جدا نحن جلسنا معهم ولكن اختلافنا معهم هم يسعوا في يوم 21 إنهم يدعوا إلى إصلاح هياكل السلطة في السودان أو إصلاح الجهاز التنفيذي في السودان وكذلك إصلاح الجهاز السياسي بالنسبة لقول حرية التغيير، ولكن نحن حسب قراءتنا ومتابعتنا إنه لن يكون هناك إصلاح، لأنه صراحة نحن وصلنا إلى حالة صعبة جدا وإلى حوار مسدود مع كل مكونات قول حرية التغيير وكذلك الجماعة المدنية إنه هم لن يكون هناك مستقبل طالما هم موجودين، فقط ده الخلاف اللي بينه وبينهم، هم يسعوا إلى إصلاح ونحن نسعى إلى إسقاط هذه الحكومة وأيضا لحاضنتها السياسية غحتها وحتى سواء كان هو تجمع المهنيين. بالنسبة للتحالفات التي خرجت هي طبعا دل القوة السياسية التقليدية وأنا ما عاوز أقول لك نحن رافضينها ولكن إلى حد ما متجاوبين معهم بهدف حفظ السودان، هناك خلافات موجودة لأن هم بيروا إنه حالة التشظي اللي حاليا موجودة في السودان السوء الوضع الاقتصادي حالة السياسي ممكن تؤدي إلى ما لا يمكن تداركه خلال الفترة المقبلة، لكن بشكل عام هم تظن حيقوا نفسهم مرفوضين لكن ما بعد إن شاء الله يعني تزيح قحط عن يعني الحياة السياسية وكذلك حكومتها الحالية. نعم، الكلام كثير عن قضية 21 أكتوبر، تتكلم عن مجموعات شبابية ربما لا تتفق معكم في نفس الرؤية السياسية لكنهم يخرجوا لمطالبة بمطالب أخرى، كيف ستديرون المشهد وأنتم تطالبون بإسقاط قحط؟ عندنا زي ما ذكرت الشباب ديل بيطالبوا بإصلاح الأوضاع وعندنا مطالب أخرى جاية من قبل الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين، يعني عندها مطالب ربما مناوئة لكل هذا الحراك وربما البعض يتحدث عن محاولات لتخريبه أو يعني حرفه عن مساره وكلام كثير عن قطع الإنترنت وقطع الطرق بدءا من يوم غد، يعني كيف حيكون عندكم إدارة المشهد مع كل هذه المعلومات؟ طبعا أخي الكريم يعني ما زال الأحزاب السياسية الموجودة في السودان هي لا تحترم القيادات السياسية الشابة الجديدة أو الجيل الحالي من الشباب الحالي في السودان، هم بيزعوا يعني بشطارة كده يحاولوا أنهم يدعوا لمليونية أنه هم ما عندهم مانع في المليونية أنه ما عندهم مانع في الدعوات التي خرجت أنه هم مع الشعب السوداني، الكلام ده إحنا خلاص يعني أصبح
لا يؤثر فينا كثيرا جدا. لكن عاوز اقول لك كاميراتكم ان شاء الله يوم الاربعاء، كنت تحدثت معك في حلقات سابقه قلت لكم نحن كنا عشرات الاف ثم نكون مئات ونحن واثقون تماما. نحن كنا يوم الامس حراك والان موجود عندكم في صفحتكم في الفيسبوك وفي الغناء، ويوم الامس واليوم الشعب السوداني متفاعل. الان انا موجود لو تسال الان لو عندكم بس مباشر والله يمكن ارفع لكم الان قدامي تظاهره من مواطنين، لان انا كنت في نصهم معي فون ثاني مواطنين الان قافلين الطريق وقافلين. اخي العزيز الان الوضع في حاليا في السودان هو انا بصراحه وانا كنت ماشي كده مع بعض الاصدقاء قلت لهم انا يعني الوضع الحالي ده بيذكرني بالايام الاخيره اللي تغوط نظام البشير بالكربون، نفس العربات مقفوله في الترمبات، الناس واقفين ما في مواصلات، الدولار ما موجود، يعني نفس الوضع بالكربون. انا بصراحه وكاني ارى نظام البشير موجود والان هو لم يضغط ولكن هو على مشارف الصعود. لابد ان يكون هناك تغيير، وانا حسب وجهه انا صراحه لا يعني ما عاوز اقول انا ما عاوز وفاق، لكن انا بصراحه ارى كل ما هو خرج من تحالفات هذا عبث لا اكثر ولا اقل. السودان لن يحصل فيه وفاق لانه العقليه السياسيه هي عقليه رجعيه. المشهد السياسي السوداني الان فيه يعني فيه نسبه كبيره من الاخفاء. احزابنا السياسيه في السودان هي احزاب اقصائيه، احزاب تقليديه، احزاب ما بترى مصلحات السودان، وده السبب الرئيسي اللي يعني احنا خلانا متخلفين خلال السنوات الماضيه والقرون الماضيه في السودان. فانا شخصيا ارى ان المعادله الحاليه هي معادله صفريه، اللي بينزل الشارع هو حيعمل حراك جديد وحيكون هناك تغيير. وانا اثق تماما واقول لك ثاني والمشاهدين حيتذكروا هذا الكلام، سوف نسقط غح، سوف تزول غح، سوف يزول الحزب الشيوعي، سوف ياتوا شباب ليدرب السودان، ان شاء الله حيكون مستقبل باذن الله تعالى. باشمهندس المحبوب الطيب عبد الماجد شكرا لك على هذه المداخله. رأي الشباب رأي شوية كده ثوري، ويعني نعم. هو لا يتحدث عن الحلول الأنصاف الحلول أو التوافقات، بيقول لك يعني المنظومة دي يعني هي منظومة أحزاب رجعية ما عندها بقى عندها وجود. قال إحنا متفق معهم أن الحكاية لازم الناس يغير الوضع لكن ما بيتفقوا على طريقة التغيير، ويكرر مرة أخرى الباشمهندس محبوب أنه هم مؤثقين والحكاية دي حركة 21 ولا بد أن تزول قحط. هذا صحيح طبعا، نبرة الحديث واضحة، وهو في الحقيقة نحتاجه، نحن نحتاج إلى 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 هذه الثورية الآن، ويحتاج أيضا الأحزاب ويحتاج متعاطي السياسة في البلد أيضا أن يستمعوا إلى هؤلاء هذه القيادات الشابة كأخونا باشوان أو ابننا المحبوب الطيب وغيره من 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 أبنائنا من الذين كانوا هم الذين تحملوا على أكتافهم يعني ثورة ديسمبر، والحقيقة أنا أقول ثورة إبريل، وهم الذين تحملوا الأثمان الباهظة في الحقيقة. فلا بد أن يكون، لذلك إحنا كنا ننادي دائما من هذا المنبر أن يكون لهم دور ودور حقيقي. هم يستطيعوا أن يجمعوا أنفسهم كما جمعوا أنفسهم في 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 هذا الاعتصام، كما جمعوا أنفسهم في 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 في, في المسيرات المختلفة حتى سقط نظام الإنقاذ. يستطيعوا الآن أن يجمعوا أنفسهم في 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 تجمعات سياسية يستطيعوا بها أن يتفقوا على الحد الأدنى الذي زي ما قلنا يراعي هوية البلد، دين البلد، يراعي رأي الأغلبية، يراعي قضايا البلد وقضايا المواطن، ويراعي كل هذه الملفات المهمة التي تخص. يمكنهم أن يلتقوا على هذا هؤلاء الشباب، وأنا على قناعة كاملة يا أخي هؤلاء الشباب فيهم أساتذة جامعات، فيهم مدراء، فيهم هؤلاء الشباب اللي هم 45 سنة فما دون، خلينا نقول 50 سنة فما دون، هؤلاء كلهم فيهم كفاءات عالية ويستطيعوا أن يقودوا السودان والله إلى بر الأمان. أنا في الحقيقة أقول له من هنا من هذا المنبر يعني التخطيط الفطيرة يجيب شغل فطيرة، ما أوعوا تشتغلوا التخطيط المهلهل أنتوا كشباب. الناس التانين دي الآن اللي قاعدين يتكلموا حتى الذين يتكلمون عن الإصلاح، أقنعوهم أن الإصلاح لا يمكن أن يكون، أقنعوهم أن الموضوع ينبغي أن يكون تغيير جذري، وإلا الترقيع لم يعد يصلح، لأن قد اتسع الخرق على الراقع، لن تستطيعوا أن ترقعوا شيئا. هؤلاء الناس فشل، لا يمكنهم أن يخرجوا السودان إلى بر الأمان. أقنعوا هؤلاء الناس واصبروا على ذلك، ولا تكونوا أكثر من 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 أنتم قوة حين تتفقوا يا شباب السودان ويا شباب الثورة، لكنكم وأنتم متفرقون سيستطيعوا أن يشيطنوا هذا بهذا، وهؤلاء شطار في
يعني بلد في كل شيء إلا في هذا، فهم شطار جدا جدا في أن يفرقوا بينكم. فأنتم عليكم أن تتفقوا كما يحاول السياسيون أن يتفقوا. أنا والله كونك تقول يعني ديل أحزاب كده، على كل حال هذه الأحزاب قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى على هذا البلد، وعليكم كشباب أن تتعاملوا معها. أنتم تستطيعوا أن تتعاملوا معها، تستطيعوا أن تمرروا قضاياكم أيضا على هذه الأحزاب. من يقتنع منهم يقتنع، ومن لا يقتنع الشارع هو الذي سيذهب به إلى مزبلة التاريخ. فأنتم عليكم أن تخططوا تخطيط استراتيجي جيد، عليكم أن 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 تدرسوا أوضاع بلادنا بشكل جيد، وأن تطرحوا قضايا عاقلة، قضايا هادئة، وأن تقولوا للناس توصلون إلى الخطوط الحمراء ستروا ما رأى غيركم. دكتور، أيضا سأخذ أيضا جزء آخر من مؤتمر حراك تصحيح مسار الثورة لنعلق عليه ونختم الباب في هذا الجانب. نشاهد معا بعض ما رصدوه الشباب من شواهد بحسب وجهة نظرهم. نشاهد في متابعتنا ومراقبتنا، يعني رصدنا شواهد لفشل الحكومة. ففي أول شهرين السيد رئيس الوزراء أعلن أنه لا يمتلك رؤية، وبدأ التشاكس ما بينه وما بين المكونات بتاعة الحرية أو الحرية المجتمع. فده بدلينا من أول أنه يعني زي ما بقولوا أهلنا يعني مثل انه الخليفة البين من شوغار، الخليفة الهين بيقولوا شو من شوغار تبين. فكانت من الفترة ديك انه هو اقل من شهرين يطلع يتشاكس معه قول حرية التغيير، فعرفنا انه المسألة ما حتمشي بشكل كويس، فضلا عن انه يعني اقرب شهادته في انه ما قادر يختار معاونه على اساس بتاع كفاءات، واضطر انه هو يعني يجيبهم على مسألة بتاع محاصصة، ودي برضو مسألة كانت يعني سقوط اولي للحكومة وموثقه يعني احترافات لقيادات بتاعت قوى الحريه والتغيير يعني. فبرضه انتاج سياسات عشوائيه متخبطه يعني بعيده عن العقلانيه، يعني كان يزيد المرتبات ل 569% يعني دي سابقه لم تحدث، وما ساهم في انه يخفف الضائقه الاقتصاديه باي حال من الاحوال. وكثير من الشواهد بتاعت الفشل يعني الممارسات المشبوهه مثلا بذات الصبغه بتاعت الفساد يعني وانعدام الشفافيه بعض الشركات اللي جات بإبرام صفقات يعني دون الاتباع الإجراءات الإدارية، فدي برضو أحدثت خلل في إنه يعني تساهم بشكل مباشر في تدهور يعني قيمة العملة الوطنية وفاقمت الندرة يعني في العملة الجنية. يعني دي برضو يعني أشارت بشكل مباشر في إنه نحن الحضيض الأساسي نحن موجودين في ده يكون سبب له. نعم دكتور، إذن الكلام عن يعني ملامح ظهرت من البداية في تشاكس ما بين حمدوك وما بين قوى الحرية والتغيير وبعض الإجراءات التي ساهمت في تدهور العملة الوطنية، وأنا سأضيف عليها يعني ما قاله إبراهيم الشيخ يعني قبل دخولنا الاستوديو، هو كان في بث مباشر على منبر سونا يتحدث عن يعني عن مركزية قوى الحرية والتغيير ورأيها فيما يحصل الآن من حراك سياسي داخل السودان. ولفت نظري في خلال هذا البث في أوله كان بيتكلم أن قوى الحرية والتغيير كان عندها خلاف مع الحكومة في إطار منهجها الاقتصادي. كيف نفهم هذا الأمر؟ يعني قوى حرية وتغيير تجي بحكومة يكون عندها خلاف على المنهج الاقتصادي اللي هو أصلا لب عمل الحكومة. للأسف الشديد طبعا، لأنه لذلك حقنا من منذ البداية أنه الناس ديل يعني من حتى إبراهيم الشيخ، كل هؤلاء الناس يعني لا تجربة لا خبرة، ناس يعني أقل من ناشطين في الحقيقة. لا هو مقبول الكلام ده مركزية تقول أنا ما مسؤول عن المعلومات، مدرجيك للكلام ده إنه يا أخي أنت الحاضنة السياسية التي أتت بهذه الحكومة، وأنت الذي رشحت هؤلاء الوزراء كلهم. بل حمدوك كما ذكرت بيتنا، حمدوك أعلن في خلال الشهرين الأولين أنه لا ليس له برنامج. أيوه ليس له برنامج، ينتظر البرنامج من قوى الحرية والتغيير. حتى ترشيحات الوزراء كلها جاءت من قوى الحرية والتغيير، عشان تعرف إنه هؤلاء الناس يبحثوا عن مشاجب ليعلقوا عليها فشلهم الدائم في كل الملفات. فشل دائم في دي محاولات بتاعت انت حمدوك ده لما جبتوه من اول مره انت تركتوه؟ هل اطلقت يده وقلت والله خلاص انت رئيس وزراء دي المعايير اللي اتفقنا معك عليها، يلا كون حكومتك واتصل بكل الناس وكون حكومتك كما يفعل اي رئيس وزراء في اي مكان في الدنيا، حتى في الدول التي فيها انتخابات حرة ونزيهة؟ أنتم ما فعلتم ذلك. أنتم حمدوك مكبلينه وحمدوك
تدخلتم في قراره حتى التفصيلي للأسف الشديد يعني. والآن تقولوا والله حمدوك هو يعني نحن عند اختلفنا مع الحكومة، تختلف مع من؟ فهؤلاء يا أخي دكتور أدمنوا الفشل. نعم دكتور، نحن سنتابع كل هذا الحراك السياسي والحراك الثوري الذي على مدار الأيام القادمة، لعله تكون لدينا تغطية خاصة ليوم 21 على حسب حالة الحراك. قبل أن ننتقل للمحور الثاني، محور قانون الأحوال الشخصية وما يسعى إليه وزير العدل، للأسف في يعني أيضا أمر يدبر بليل في ظل الجوطة السياسية يعني داير يعمل حاجة، لكن أريد منك تعليقا سريعا لأننا دخلنا إلى الاستوديو وترامب غرد تغريدة قال فيها بأن السودان وافق على دفع تعويضات 335 مليون دولار للضحايا، وقال ده مهم جدا للعدالة بالنسبة للمواطنين الأمريكان اللي تضرروا، مهم جدا للسودان، وأعلن أنه هو مجرد مبلغ يتحول هو حيرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. حمدوك أيضا خرج قبل قليل في يعني عاجل على التلفزيون القومي ليعلن بأنه المبلغ يعني تم تحويله، والباقي منتظرين تغريدة ثانية ربما من ترامب ليعلن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. تعليقكم سريعا على هذه على هذا الأمر يعني. خلينا نبدأ من الأخير في الحقيقة، وهو قضية ترامب وتغريدة ترامب وطلب 350 مليون دولار التي سوى التاجر. طبعا هو معروف يعني والابتزاز ظاهر جدا جدا في هذا الأمر، وواضح أنه القضية المسألة لم تكن إرهاب ولم تكن قضية، كانت قضايا التطبيع وقضية الضغط على السودان حتى 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 يطبع مع الكيان الصهيوني الغاصب ومع اليهود لعنة الله عليهم. يعني واضح أنه الموضوع لا معايير له، المسألة ليست والله أنت كنت راعي للإرهاب، وإنما تدفع. ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يطلب من رئيس وزراء بلد فقير شعبه يعني يتضور جوعا، يطلب منهم من هذه الحكومة الفاشلة أن تنتزع هذا المبلغ الضخم من أفواه هؤلاء الجياع ليطعم بها هو أسر هؤلاء الضحايا المتخمون بالثروة في أمريكا. هل عمان ضحايا السودان أصلا ما بالضبط، هل هذه السودان ما عنده علاقة بهم أصلا يعني، السودان ما كان سبب بطولة طرف في هذا الموضوع. ليعلم أهل السودان وليعلم العالم أجمع أن أمريكا وأن ترامب وأن هؤلاء الناس، هؤلاء لا يهمهم أن يموت الناس في إفريقيا جوعا ولا في السودان ولا في أي مكان، هؤلاء يهمهم قضيتهم، يهمهم أمرهم، يهمه أن يفوز هو في الانتخابات بأي ثمن كان. كل الذي حدث مع الإمارات مع البحرين مش عارف، والضغط الحاصل على كل هذه الجهات هي لمصلحة حملة انتخابية ترامب والحملة الانتخابية لترامب. هل نحن لا نساوي شيئا؟ هل ترامب يكذب ما قاله نائب رئيس مجلس السيادة بأن الناس أخذت لنا التطبيع أو يعني عدم الرفع من قائمة الإرهاب؟ طبعا يكذبه بصورة واضحة يعني، وبصورة واضحة القضية ليست تطبيع. طيب. الكلام عن أن حتى ترامب إذا رفع عن قائمة الإرهاب للكونغرس أن يرفض هذا القرار. طبعا وأمريكا أخي بلد مؤسسات، أمريكا ليست بلد أفراد، لا يستطيع حمدوك أن يعين أن 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 يعين والي ثم يأخذه وقت شاء بأي طريقة شاء بأي كيفية شاء، يحدث أزمة يحدث حرب ما عنده مشكلة وفلان يصرح من هنا، لا أمريكا بلد مؤسسات، مع يعني انتقادنا لأخلاقهم وطريقتهم والأخلاق السياسية السيئة التي عندهم في تعاملهم مع الآخر، لكنها بلد مؤسسات نعترف بذلك. نحن في كل حال لا يستطيع هو أن على كل حال يعني نتمنى أن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لأنه وضع هناك ظلما وجورا، ونتمنى لا يحدث في السودان ما حدث لإيران حيث أبرم الاتفاق ما بين أوباما وبين الاتحاد الأوروبي وإيران على صفقة اتفاقية، وجاء ترامب ونقض كل الكلام ده. وترامب ما معروف ذاته حيواصل في الفترة الرئاسية أو ما يواصل. أنتقل معك إلى الموضوع الذي يعني تم الحديث عنه، وزير العدل يعني يخرج خطاب مذيل باسمه تشكيل لجنة من 11 زول يعني، أو بالأغرب يعني 11 زول يعني إلا مع 4 يمكن من الرجال. اللجنة دي مهمتها مراجعة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين. الملاحظ أن معظم أعضائها هم نسويات أو محسوبات على الحزب الشيوعي. ربما رئيسة اللجنة يعني كان عندها يعني تصريحات غريبة عن ما يخص الخمور وما يتصل بها. لعلكم تابعتم تفاصيل هذا المشهد الهزلي في جانب من ما تعليقكم على الأمر؟ تعليقنا أصبحنا لا نتعجب من وزير العدل. وزير العدل رجل خائن، رجل أمريكي،
رجل علماني، أنا أحسب أنه حتى يمكن لا ديني، لا يؤمن بشيء. من الذي أصلاً قال له أننا عندنا مشكلة في قانون الأحوال الشخصية كمسلمين؟ من الذي أصلاً قال له هذا الكلام؟ من الذي أصلاً يعني رفع له ليأتينا بأي جهة كانت علمانية، جن عفريت، أي حاجة قالت له والله هناك مشكلات في قانون الأحوال الشخصية؟ هذا الرجل هو من يعني جزء رئيسي من المشروع الذي يراد به تفكيك هذا البلد، يراد به دين هذا البلد، يراد به يعني ضرب هوية هذا البلد. هذا واحد من هؤلاء الناس. بالمناسبة، لماذا أصرت أمريكا أن يكون هو جزءا من الاجتماع في 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 أبو ظبي، رغم أنه لم يكن واحدا من 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 الوفد؟ أصروا أن يكون هو واحدا من الوفد لأنه يمثلهم، لأنه يمثل هذا المشروع الصهيوني الماسوني في 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 بلادنا. لكنه بإذن الله تعالى والله من ورائه محيط، هو غير موفق. لاحظ، لا يوجد ولا ده قانون مفروض هو قانون شرعي يعني ليهيئ للناس قانون أحوال شخصية في قضايا العلاقات بينهم. هذا ما دخل هؤلاء كلهن بهذا الأمر؟ إذا أنت شخص فعلا تريد الخير وشخص فعلا تريد أن تغير إلى 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 الأصوب، أنت ما دار تغير إلى الأصوب، لأنه أنت نحن الناس عرفوك خلاص. بل مشكلة، بس من الذي فوضك أصلا دكتور؟ هل هذا عمل الفترة الانتقالية؟ أليس من المستغرب أنه يكون في تسارع في موضوع قانون الأحوال الشخصية؟ نتكلم عن قانون يخص المسلمين والناس كلها ماشي عليه وما كان فيه إشكاليات من زمن الإنجليزي. أيوة نعم. الكلام أنه يتم السعي للتعديل، والآن إحنا ممكن نقرأ في العضوية، يعني في رئيسة اللجنة سامية الهاشمي، هي محامية وناشطة في حقوق المرأة مركز متعاونات حقوق المرأة، وعليها كلام كثير. ناهد جبر الله، يعني هي أصلا عندها علاقة بالاتحاد الأوروبي. محامية فاطمة بلقاسم، عضو الحزب الشيوعي القيادي بالتحالف الديمقراطي للمحامين، وكان بتشوف أنه قانون الأحوال الشخصية أسوأ قانون في كل المنطقة العربية والإسلامية. وفي حنان حسن منتدى النساء السياسيات، ويعني في أربعة أفراد يعني رجال، اللي هو في رئيس قطاع القانون حزب المؤتمر السوداني، في أيضا قيادية في الحركة الشعبية قطاع الشمال، كلهم يعني رغم أنه قانون الأحوال الشخصية درجة العادة أنه يحال مثلا إلى مجمع الفقه أو يكون فيه علماء أو يكون فيه كده عشان يوروا أحكام الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية. نعم يا أخي، زي ما قلت لك، هذا الرجل أول حاجة يعني من اللجنة واضح السوء في النية والسوء في التفكير من تكوين اللجنة في حد ذاتها. ثم يعني أنا أتحداهن كلهن، وأتحدى الناس الآخرين معهم الذين أنا لا أعرفهم، لكن أنا طبعا دائما أشك في اختيارات هذا الرجل. لا يختار شخصا سويا، ولا يختار شخص دي مش دي رئيس اللجنة قالت والله العرقي بتقوم به، العرقي وظيفة أو مهنة شريفة بتقوم بها نساء الهامش، ومش عارف نساء الهامش أنفسهن حينما يسألنا يقولنا والله حرام وعيب وكل حاجة، لكن والله نحن مجبورين عشان كده قاعد نسويه بالدس. دين حتى النساء اللي بيمتحنن الكلام ده قاعدين يقولوا الكلام ده. انت فلذلك اخي يعني هذا الرجل انا لا اتوقع منه اي خير. شفت كيف؟ لن يعني بالله عليك، يعني قانون احوال شخصيه يعني كله شرع ودين، ميراث وزواج وطلاق ومشكلات علاقات وكل ده. وإحنا إحنا يعني عضوات اللجنة تم تداول على وسائل التواصل الاجتماعي بوستات لها في آخر مناظرة بين ملحد وأحد يعني الشيخ مزمل فقيري، كان في مناظرة هي كاتبة أنا مع الملحد يعني، وهي تكون جزء عضو في لجنة تسوق قانون الأحوال الشخصية. طبعا هذه المعلومات لا يمكن التأكد منها لأنها متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي. كان التيار السوداني ربما، وهو يعني جماعة ضغط أسست أو أعلن عن تأسيسها حديثا، مكون من يعني كوادرها معظم من الشباب، علق على هذا الخبر، وسأقرأ بعض ما أوردوه من تساؤلات. قالوا لي ما هي معايير اختيار أعضاء اللجنة والمؤهلات التي جعلتهم نائبين عن المسلمين في قانون ينظم علاقاتهم؟ لماذا تم تغييب علماء الشريعة في وضع قانون ديني مفترض أن يستمد من الكتاب والسنة؟ لماذا لم يمثل حتى مجمع الفقه الإسلامي وهو الهيئة الرسمية للمسلمين؟ ومجمع الفقه طبعا بالتأكيد هو مؤسسة رسمية تابعة للدولة.
مكتوب هل مدة شهر كافية لوضع قانون بهذا الحجم أم أن هناك قانون جاهز أصلا يراد تبريره لأن اللجنة مدتها شهر؟ هل سيعرض القانون على المسلمين أم سيفرض قسرا بجرة قلم؟ وقال التيار السوداني يحذر الحكومة الانتقالية من هذا التلاعب التشريعي دون تفويضه ونؤكد أن تغييب أصحاب المصلحة والعلاقة بهذه الصورة المعيبة لا مبرر له سوى وجود محركات أيديولوجية تغفل الواقع المعقد. وقال أن التيار السوداني سيتواصل مع كل أطياف المجتمع للرد على هذا العبث. دكتور أنا أحب أن أشير هنا أيضا في هذا الصدد، يعني كان لدينا محاولة تواصل مع تيار أفراد من تيار السوداني لكن في إشكالية ربما في الاتصالات، وللأسف كان لدينا تواصل مع عدد من المحامين والقانونيين للتعليق على هذا الأمر. ونكرر ما ذكرناه سابقا بأن المنظومة العدلية تعاني في هذا الإطار، لأن حين التواصل نرى أغلب المستشارين القانونيين يحجمون عن انتقاد أي شيء يخص وزير العدل أو الحكومة الحالية خوفا من بطش النائب العام وتلفيق التهم أو حتى يعني الإبعاد من المنظومة القضائية تحت دواعي إزالة التمكين وما شابه. دكتور يعني مؤسف أن تكون مثل هذه البنود ولا تجد قانوني يعني يمكن أن يخرج معك لكي يفند هذا الكلام قانونيا، وذلك خوفا من فقد الوظائف أو حتى المحاسبات الجائرة التي يقوم بها النائب العام وغيره من منظومات. ما تعليقكم على ما أورده التيار السوداني وعموم هذه الحالة؟ أولا يعني أنا آسف لإخواننا المحامين، كان ينبغي الحقيقة أن يتزاحم الناس في الحقيقة، أن يتزاحم المحامون في الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية. يوجد المحامين يتحدثون لكن نحن نتكلم عن الناس من داخل المنظومة العدلية يمكن هذا الذي أقول. أنا أتكلم عن الذين هم في داخل المنظومة العدلية لأنه كلامهم له وزن أكثر من الذي هو ليس في المنظومة العدلية. الشخص الذي في المنظومة العدلية شخص مؤثر، شخص كان ينبغي لهم أن يخرجوا وأن يقولوا رأيهم. يعني إذا كنت أنت يعني ما عندك مانع أن تخرج لتدافع عن 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 نفسك في مسألة الفصل التعسفي والكذا وغيره، يعني لماذا لا يكون عندك ذات الإيجابية والاندفاع في الدفاع عن قضية أصلية من قضايا المسلمين يا أخي. أما ما أعلن التيار السوداني موضوع البيان التيار السوداني، أنا أفتكر ده بيان جيد ونحن نشد على أذرهم، وينبغي لكل أهل السودان في الحقيقة والدعاة، بل أنا أقول لأهلنا في السودان، والله يا جماعة لأنكم هذا الرجل تكلم عن سيداو وتركتموه، ما كتب الناس إلا أشياء بسيطة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي ليومين أو ثلاثة يوم ثم 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 نسي الأمر، ونحن لا نعرف والله هذا الرجل قد وقع على بظهر الناس أم لم يفعل. تكلم عن 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 قضايا القوانين والقوانين الإسلامية، وتكلم على قضايا حرية المش عارف كذا والمثليين والدعارة وكلام كثير جدا والخمور، والناس لم يعني يتصدوا له بالشكل القوي المطلوب. هذه المرة أنا أتمنى على الدعاة وعلى المشايخ أن يقولوا له والله هذه اللجنة تمس هذه القضايا الأصلية في حياة الناس، أنت ومن معك سيحكم عليك بالحكم الشرعي الذي بإذن الله تعالى ينفذ. ينفذ من عندي دعاة الدين ودعاة الإسلام وعلماء البلد وحتى شباب البلد. عليك ألا تتعدى الحدود الحمر. في هذا الإطار فضيلة الشيخ دكتور محمد الكريم، وأنا أقرأ هنا من بيانه، قال من أغراض هذه اللجنة الخبيثة زرع الشكوك في المجتمع وتفكيكه وإفساد الحياة في المجتمع السوداني بإشاعة الفاحشة بدعاوى الحرية والتحرر من قيود قانون الأحوال الشخصية المعمول به حتى من أيام الإنجليز، وهكذا تضع قحط الشيوعية لأهل السودان معايير جديدة للعفاف والشرف. الوقت عندي انتهى. هل أضاف وزير العدل بمحاولته تغيير قانون الأحوال الشخصية وتغيير يعني قوانين العفة الموجودة في البلد سببا آخر يدعو الناس للخروج في مليونية 21 أكتوبر؟ قطعا بالقطع، هذا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فعلى الناس أن يخرجوا بالقطع في 21. هذا الرجل بالذات والله الذي لا إله غيره هو واحد من الذين حين تسقط قحط هذه وتسقط عنه الحصانة ينبغي أن يحاسب حساب عسير من الشعب ومن الجهات العدلية. نعم.
دكتور محمد الرحمن شكرا لك على مشاركتك معي في هذه الحلقة. وفي الختام أعزائي المشاهدين أذكركم بأننا نسعد أن نتلقى أسئلتكم واقتراحاتكم من خلال تعليقاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الملتقى في مشهد سوداني جديد بإذن الله، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.